الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كنت مسافرا وفي وقت العصر ذكرت أني لم أصلي الظهر فقلبت النية ظهرا علما أني في بداية الصلاة ولم أقرأ الفاتحة بعد، وإن جاز فما القدر الذي لو بلغته لا يجوز لي تحويل النية؟ وهل أواصل صلاة العصر ثم الظهر بعدها علما أني مسافر والوقت فيه سعة لإعادة الصلاة لو لزم الأمر كي لا أقدم العصر عليها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب المتقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من شروط صحة الصلاة النية، ومن شروط صحة النية التعيين، يعني تعيين الفريضة التي ستدخل فيها أو ستصليها، ومن طبيعة الشرط كما قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يكون قبل الدخول في المشروط، فالنية شرط يطلب تحقيقه قبل تكبيرة الإحرام، فإذا نويت أنها العصر ثم كبرت للإحرام فحينئذ تلك صلاة العصر، تلك صلاة العصر في حقك. فإذا تذكرت في أثناء الصلاة أنك ما صليتها الظهر فلا يجوز لك أن تقلب النية بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. وإذا قلبت النية فتكون، إذا قلبت النية من كونها عصرا إلى كونها ظهرا فتكون الصلاة كلها باطلة، لا عصرك ولا ظهرك. أما بطلان صلاة العصر فلانقطاع نيتها، وانقطاع الشرط يفضي إلى انقطاع المشروط وبطلانه. وأما عدم صحة صلاة الظهر فلأنك لم تبدأها بالنية من أولها. فإذا في هذه الحالة أقول بما أنك نسيت الترتيب في هذا فإنك ما دخلت في صلاة العصر وأنت متذكر أن عليك فائتة الظهر، وإنما دخلت فيها نسيانا، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تتم العصر، فإذا أتممت العصر تقوم وتصلي الظهر قضاء، هذا الواجب عليك. فإذا كنت قد قلبت النية فالواجب عليك الآن أن تعيد الصلاتين جميعا، أن تصلي الظهر بنية من أولها ثم إذا انتهيت تصلي العصر بنية من أولها. والمتقرر عند العلماء أن قلب النية في الصلاة من معين لمعين يبطلهما، يبطل الصلاة المنتقل منها لانقطاع نيتها، ويبطل الصلاة المنتقل إليها لعدم وجود نيتها من أول الفعل، والله أعلم.